البقاء لله تفاصيل وفاة بطلة مصر أثناء حديثها مع والدتها، بننشر التفاصيل في الفيديو. وعاجل في مفاجأة كبرى، مصر تستعد لإنشاء خط سكك حديد جديد يربطها بالسودان. ورئيس المخابرات المصري السابق يكشف أسرار تنشر لأول مرة على التلفزيون في مصر. وعاجل قرارا جديدا من التموين بشأن الأولاد القُصّر ومفردات الأجر. ومفاجأة تعرف على حصيلة بيع شهادات الادخار 18% خلال 17 يوم. وخبر هام تفاصيل تجمع وزراء العرب للتعامل مع الصدمات الاقتصادية. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نخش في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك، عاوزين نوصل ليه 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وعاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. والبقاء لله تفاصيل وفاة بطلة مصر أثناء حديثها مع والدتها. وكشفت مصادر مطلعة عن كواليس في وفاة آلاء حامد، مدربة الجودو بنادي الشمس ومدربة منتخب ناشئات الجودو، خلال تواجدها في المركز الأولمبي بالمعادي حيث يقيم المنتخب معسكر هناك. كشف مصدر مسؤول في المركز الأولمبي أن المدربة جاءت وفاتها طبيعية وفجأة لكل من حولها، خاصة من كانوا معها في الغرفة. وقال المصدر أن المدربة كانت تجلس على السرير في الغرفة ومعها زميلاتها في الغرفة، وكانت تتحدث مع والدتها في الهاتف، وفجأة سقط التليفون من يدها وارتعشت وفقدت الوعي، وتم استدعاء الأطباء من الطب الرياضي المتواجدين بالمركز وكذلك استدعاء الإسعاف، وتم عمل تنفس صناعي لها على أمل أن تكون في غيبوبة مؤقتة أو تعاني من ضيق تنفس، لكنها فارقت الحياة. أشار المصدر أن والدة اللاعبة حضرت إلى المركز في دقائق قليلة فور سقوط الهاتف من يد ابنتها خلال المكالمة. يذكر أن آلاء حامد تبلغ من العمر 28 سنة وتتولى تدريب منتخب ناشئات الجودو وكذلك ناشئات الجودو بنادي الشمس الرياضي. ربنا أرحمها رب ويغفر لها إنها توصل في هذا العمر لتدريب منتخب مصر وتدريب ناشئات الجودو بنادي الشمس، فده شيء عظيم جدا تستحق التقدير عليه، وربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر قلوب أهلها إن شاء الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل في مفاجأة كبرى، مصر تستعد لإنشاء خط سكك حديد جديد يربطها بالسودان. وقعت مصر وكويت اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي، يعني 2.5 مليون دولار، للمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء خط سكة حديد بين مصر والسودان. من المقرر أن تشمل الدراسة تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع ودراسة المردود البيئي والاجتماعي ومراجعة الدراسات السابقة حول المشروع وطبيعة شبكتي السكك الحديدية، بالإضافة إلى دراسة المسارات المتاحة وتحديد مكونات المشروع بما فيها شبكات السكة الحديدية وأنظمة الإشارة والاتصالات وأنظمة القوى الكهربائية والمنشآت المساندة وموقع المحطة التبادلية وإعداد التصاميم الأولية وتحديد تقديرات تكاليف المشروع واقتراح أنسب أسلوب للتنفيذ. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن المنحة الموقعة تعزز الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية لتعزيز الجهود التنموية في إطار أجندة التنمية 2063، حيث يقوم القطاع الخاص المصري بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في دول القارة، فضلا عن خطط الربط الكهربائي وجهود تنمية قطاع الصحة من خلال المبادرات الرئاسية وغيرها من الخطوات ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية مشروع الربط السككي بين مصر والسودان ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين البلدين الشقيقين وفتح العديد من مجالات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مجالات التبادل التجاري ومجالات التعاون كافة. مصدر معانا كان من القاهرة 24. طبعا شيء مهم جدا إنشاء خط سكة حديد يربط مصر بالسودان،
شيء مهم في نقل البضائع بين مصر والسودان هيبقى ليه مردود اقتصادي كبير وضخم على البلدين. اترك لحضراتكم التعليق، عاوز اعرف رأي حضراتكم في فكرة هذا المشروع. هو بالفعل قامت الكويت بتقديم منحة لمصر للبدء في هذا المشروع. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر. ورئيس المخابرات العامة المصري السابق يكشف اسرارا تنشر لاول مرة على التلفزيون في مصر. كشف وكيل اول جهاز المخابرات العامة المصري السابق اسامة المندوه انه قبل حدوث ثغرة الدفرسوار اثناء عمله في الجيش تلقى اخطارا بوجود صواريخ بشكل عجيب في اتجاه الجبهة. واضاف اسامة المندور خلال لقائه مع الاعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق واسرار المذاع على قناة صدى البلد ان القيادة في القاهرة حددت توقيت هذه المعدات، فارسل لهم يقول ان هذا عبارة عن تريلات تحمل مواسير مجاري وداخلها كتل جرانيت استخدمها الكيان الصهيوني لعمل كباري. وتابع وكيل اول جهاز المخابرات العامة الاسبق انه اكتشف ايضا وجود كتيبة تابعة للكيان الصهيوني قبل الثغرة تقوم باعمال التدريب في وادي الجفجافة، وكان تنظيمها غير عادي من حيث العدد والتشكيل، وابلغ قيادة باعدادها وتشكيلها حتى تستطيع تحديد كيفية التعامل مع هذه القدرة. كشف اسامة المندوه انه من ضمن المعلومات التي بناء عليها قال الرئيس الراحل انور السادات انه لن يدخل في صدام مع امريكا، اننا رصدنا تدخلا غربيا مباشرا حتى مطار المليز في سيناء على الارض اثناء انتصار اكتوبر. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وكيل اول جهاز المخابرات العام الاسبق يعني بيطلع لينا باسرار جديدة تنشر لاول مرة على التلفزيون المصري مع الاعلامي مصطفى بكري. اترك ليكم التعليق وننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل قرار جديدا من التمويل بشأن الأولاد القصر ومفردات الأجر. أصدر وزير التموين قرارا بمد مهلة استلام تظلمات البطاقات التي صدر لها تحذير خاص بالمرتب الحكومي المرتفع وكذلك البطاقات الخاصة بالقصر إلى 15 إبريل الجاري. كان الوزير قد قرر إعطاء مهلة إضافية حتى أمس بعدما كان آخر موعد 25 مارس الماضي، وذلك بسبب الزحام على المكاتب لتقديم مستندات الدخل. بدأت وزارة التموين تطبيق محددات الدعم الخاصة بالمرتب الحكومي المرتفع وامتلاك سيارة حديثة، وذلك في ضوء خطة الوزارة لتنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين طبق محددات الدعم. وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إرسال رسائل تحذيرية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين قبل 25 من مارس الماضي، ثم تم مد المهلة حتى 7 من إبريل الجاري. ونصت رسالة وزارة التموين التي دونتها للمواطنين في بونات صرف الخبز على ما يلي: برجاء التوجه إلى مكتب التموين لإثبات الأجر الشامل للدخل قبل 25 مارس قبل أن يتم مدها مرة أخرى. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن الرسالة التي ظهرت في الوقت الحالي لمن يتقاضون رواتب حكومية مرتفعة. أشار إلى أن هذه الفئة عليها التقدم بمستند رسمي بمفردات المرتب حال عدم تقاضيهم رواتب عالية تتجاوز 9600 جنيه. كما بدأت الوزارة إرسال رسائل للمواطنين من خلال بون صرف الخبز مطالبة بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين خلال شهر إبريل الجاري. ونصت رسالة وزارة التموين التي دونتها للمواطنين في بونات صرف الخبز على ما يلي: برجاء التوجه إلى مكتب التموين لإثبات امتلاك سيارة حديثة من عدمه. وقالت مصادر بالتموين إن الوزير وقع على مجموعة من المعايير الجديدة الخاصة بمستحقي الدعم. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ومفاجأة، تعرف على حصيلة بيع شهادات الادخار 18% خلال 17 يوم. قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إن حصيلة بيع شهادات الادخار ذات عائد 18% في بنكي مصر والأهلي في 17 يوم بلغت 457 مليار جنيه. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد أن حصيلة ما تم جمعه من شهادات الادخار يمثل 8% فقط من قيمة الودائع في بنكي مصر والأهلي. واستطرد أن نحو 60% من قيمة شهادة الادخار من خارج القطاع المصرفي. وضح أن 40% من قيمة شهادة الادخار من داخل القطاع المصرفي
متوقعا أن يستمر بنك الأهلي وبنك مصر في بيع شهادات الادخار لمدة 6 أشهر. وأكد خبراء مصرفيون أن الهدف من شهادات الادخار هو خفض السيولة النقدية لكبح جماح التضخم وتعويض المدخرين عن ارتفاع التضخم، خاصة وأن عائد الشهادات هو الأعلى في مصر. وطرح بنك مصر شهادة طلعت حرب الادخارية بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة بنسبة 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد بشكل شهري، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء. وفتح البنك عدد من فروعه يومي العطلة الجمعة والسبت الماضيين. واتخذ البنك الأهلي نفس الخطوة بطرح شهادات مرتفعة العائد. وأوضح الخبراء أن الهدف من إصدار البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد هو كبح معدل التضخم المحلي من خلال تخفيض السيولة النقدية في السوق، خاصة لدى القطاع العائلي، وزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج لاستغلال العائد المرتفع للشهادات، مشيرا إلى أن توقيت طرح الشهادات تزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بنسبة 1%. المصدر معانا كان من صحيفة القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معانا، وخبر هام: تفاصيل تجمع وزراء خارجية العرب للتعامل مع الصدمات الاقتصادية. دعا وزير المالية المصري الدكتور محمد مجلس وزراء المالية العرب وصندوق النقد العربي إلى تبني استراتيجية متكاملة للتحوط العربي ضد الصدمات الاقتصادية. وأشار الوزير إلى أن وحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية على نحو يساهم في امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية. ولفت الوزير المصري إلى حرص مصر بقياداتها على تعزيز التضامن العربي وتعميق الوحدة تحقيقا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ ويجمعهم مصير مشترك ومستقبل واحد، بما يؤدي إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.